بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة مع بعض عن برنامج الريبت. وأولا كده لازم نعرف الفرق ما بين الريبت كبرنامج وبينه وبين البرامج الأخرى. اللي بيميز الريبت المعماري Autodesk Revit Architecture إنه يتبع لمنظومة الـ BIM. يعني إيه BIM؟ هي اختصار لكلمة Building Information Modeling، وهي دي سر تميز الريفت واللي بتخليه مختلف عن معظم البرامج الأخرى اللي لا تخضع لتكنولوجي البيم. لو هنتكلم عن البرامج التقليدية التانية زي الأوتوكاد أو السكتش أب، هنلاقي إن هي معتمدة على فكرة الموديلنج لكن مش معتمدة على فكرة الانفورميشن اللي موجودة في البيم. Building Information Modeling الجديد هنا هو فكرة الانفورميشن. على سبيل المثال، لو أنا فاتح الأوتوكاد وبرسم زي مثلا باب، هنلاقي إن الباب هو مجموعة من الخطوط اللي هي تمثل جيومتري ولا تمثل انفورميشن. يعني هي مجموعة من الخطوط اتجمعت مع بعض بشكل بلوك. انت كيوزر فاهم ان ده معناه باب، وكمعماري فاهم ان ده باب، لكن الريفت لكن الاوتوكاد التقليدي مش الاوتوكاد اركتكتشر بيعتبر ان دي مجموعة من الخطوط مع بعض. انت بقى ترجمها باب، ترجمها شباك، تفهم ان هي عربية او اي شيء اخر، ده شيء يرجع لك. عكس برنامج زي الريفت، لو مسكنا اي اوبجكت هنلاقي ان دي انفورميشن امبيدد جواه. يعني مثلا لو مسكنا الفايل اللي احنا فاتحينه ده السامبل فايل اللي بيبقى جاي باي ديفولت مع برنامج الريفت. لو شاورنا مثلا على اوبجكت زي الشجرة دي، هنلاقي ان ليها مجموعة من المعلومات. لو جينا فتحنا الروبرت بتاعتها هنلاقي ان من ضمن المعلومات اللي مسجلة لها ارتفاع الشجرة، وهنلاقي ان ليها الماتيريال بتاعتها. لو جينا مثلا مسكنا اوبجكت تاني زي الباب ده، هنلاقي ان الباب ده ليه مجموعة من المعلومات زي ما هنشوف كده مع بعض. مثلا هنلاقي الماتيريالز بتاعته متسجلة، ويمكن الماتيريال كمان مفصلة تفصيليا للحل والبانل نفسه. وهنلاقي ان في دايمنشنز زي الثيكنس، الهايت، والويدث، و دايمنشنز اخرى اساسية. وهنلاقي ان في بعض الانفورميشن الاخرى اللي ممكن نزودها، يعني لو حبينا نضيف اسم الشركة اللي بتصنعه، نكتب ديسكريبشن ليها، نحسب الفاير ريتنج بتاعها ونكتبه، نحط تكلفة للسعر للباب، واللي دي حاجات اوبشنال ممكن ان احنا نضيفها كمان للباب. نفس الشيء لو مسكنا اي اوبجكت اخر، لو جينا مثلا على الترابيزة اللي جوه دي، هنلاقي ان التايب بتاعها مكتوب فيه المقاسات. ولو عملنا ايديت التايب كده هنلاقي الماتيريال بتاعت البيز والتوب ماتيريال، هنلاقي الدبس والهايت والويدث، هنلاقي ممكن بعض الخانات الاخرى لو حبينا نملاها ونضيف المزيد من المعلومات. فهي دي نقطة قوة برامج البيم عموما، واللي يمكن من أشهر أمثلتها برنامج الريفت اللي أثبت نفسه على مدار سنوات كتيرة جدا. البرنامج ده بتنتجه شركة أوتوديسك. طبعا شركة أوتوديسك زي ما احنا عارفين هي بتنتج كثير من البرامج المعمارية المنتشرة في السوق زي الأوتوكاد، زي 3D ماكس، وزي الريفت المعماري وبرامج تانية كتير. فهنلاقي طبعا الانترفيس او شكل سطح البرنامج متشابه شوية
في التقسيمة بتاعته مع رام الثانية، ويمكن دي نقطة قوة تساعد اللي بيشتغل مثلا بالأوتوكاد أو الـ 3D Max إن هو هيقدر يستوعب البرنامج بشكل سريع. والحقيقة إن التطويرات اللي بيعملوها دايما الشركة بتساعد على إن اليوزر انترفيس يكون فريندلي وسهل في التعامل.